غيروح من غير السلام. الحمد لله سلامتكم. قافلة أقش خالي من مناقشة كينتسا قافلة يتغي فرق المساعدات لفائد الضحايا الضحايا زلزال الحوت. الحمد لله سلامتكم. الحمد لله على سلامتكم. الحمد لله سلام. الحمد لله على السلامة. الحمد لله خالي محمد سمير. الحمد لله على سلامتكم. زوار موقع 2005 حكم مباشر. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتكم. موقع زوار الموقع حكم مباشر راسي قرية حكم. عليكم السلام. الحمد لله على السلامة. لا بس بارك الله على سلامتكم. على سلامتكم. على سلامتكم. مشت ولا من قافلة. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. أسيدي شكرا بارك الله فيكم. فيك جميع المجهود ضم قران. تحياتي. السلام. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. الحمد لله. سي وليد الحمد لله السلام. الحمد لله على السلامة. أسيدي شكرا. أسيدي ما تشموع المباشر ديال الموقع الموقع ديال الرفيع. تشكر تاس صحاب قرية مرام أبطال وخال كارفس. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. إن شاء الله نتمنى يس العون. إن شاء الله. إن شاء الله. الحوايج أنا حد مساعدة قنغة موجودة. إن شاء الله. إن شاء الله سيدي بارك الله فيكم. زوار الموقع ناريفينو فكنو ذانيتين فكنو على المباشر سيكاريا ماني ضمن الاخوان ذانيتين ذي قرية من فعالية المجتمع المدني اعضاء الجماعة ماني ضمن ذانيتين اجن ضمن ذانيتين اجن الحفل حفل تكريمي الاخوان اللي تغوا يروحن غير والله يا ودي زوار الموقع ناريفينو لكنه مباشرة سقرية الكمان ماني ضمن الإخوان دانيتين فعالية جمعوية أعضاء الجماعة إجن الحفل التكريمي للفريق يروحون أكيد الحفل من كبدان عن شبدان سينطلقن مجد وزاء ومساعدات الضحايا الزلزال وني تغيثين إقليم الحوز مراكش ترودانت برحيل شيشاوا العدد من الجماعات ويخلف الضحايا ويخلف الأموات الجرحى اليتامى المعطوبين. حفل الاستقبال حار بنيتين محطوط من تعاونية الفتح مشكور للشباب المنطقة الساكنة صرفا ولم يدعى عقبا الاخوان نطور مسيرة المساعدات سالمين وقيل مهمة مشتولة في أكمل وجه. باسم الموقع ناريفينو تحية الإخوة يتصوروا عني روحنا هكذا القبيلة. استقبال حار للفريق ونيتو غيروحن يوزع المساعدات. سعيمات تحية بخير الله يحفظكم. بارك الله فيكم. الحمد لله سلامتكم.
يعني واخا كاف شوي ديني ودار السي سعيد ما يوضعش السي سمير هنا مشى لقنا سي ملون يعني اخر نقطه ديال الكروشه اللي شي شاو يعني يعني هو بلا ما ينظر ديني ولا عالم الله السي مسكر كان في العالم العقابي في البداية نشكر الله سبحانه وتعالى أن وفق هذا الشباب وهاد الوجوه الطيبة اللي لباو النداء ديال الإخوان ديالهم ومشاو وصلوا المساعدات نابوا يعني داروا النيابة على جميع سكنة قبيلة كبدانة. الله يجزيهم بخير، صلى تبارك وتعالى يتقبل منكم هذه المجهودات جميعا. هذه المصيبة التي أصابت إخواننا في النواحي ديال مراكش جميع أنحاء المغرب هي في الحقيقة مصيبة وهي حزن وحزننا بالقضاء ديال الله سبحانه وتعالى. حنا كنرضاو بما قدره الله سبحانه وتعالى على جميع الناس، على جميع المؤمنين وعلى جميع المسلمين، وكذلك كتدخل القلوب ديال المؤمنين الفرحة. هكذا هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمة ديال محمد صلى الله عليه وسلم هي في السراء وفي الضراء. في السراء غادي نشكروا ونفرحوا ونشكروا الله سبحانه وتعالى على النعم اللي كيعطينا، وفي الضراء كتستوجب وكتستدعي باش نكونوا يد واحدة وجسد واحد. كلما اشتكى واحد العضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه هي الأمة ديال محمد صلى الله عليه وسلم. واش غادي نقول لكم؟ القلوب كانت القلوب ديال كبدانا جميعا كانت مع الإخوان ديالنا اللي مشاو. حفظهم رب العالمين لنا، حاو وغامروا بالصحة ديالهم ولا بالسيارة ديالهم، مشاو شي الأماكن يعني كيهدوا مهددة الحياة ديالهم بالخطر، ومع ذلك بذلوا جميع المجهودات وأبانوا عن تضحية الجسام وعن الأخوة ديالهم، وقدموا خلو الفرحة على أبناء القبيلة، أبناء هذوك اللي ضربوهم بالزلزال. صلى تبارك وتعالى من المنبر باش غادي يحفظكم جميعا، يحفظكم الاولاد ديالكم الاموال ديالكم. والدعاء الاخير لاخواننا الذين قضوا في هذا الزلزال، نسال الله سبحانه وتعالى ان يرحم موتاهم وان يشفي جرحاهم ويكون رب العالمين نصيرا لهم، ويكون مع اليتامى ويكون مع الضحايا ويكون جميع مع جميع الصغير والكبير في ذاك المنطقه. صلى تبارك وتعالى أن يخفف عنهم ما أصابهم وأن يعوضهم الله سبحانه وتعالى خيرا من ذلك. صلى تبارك وتعالى أن يجعلهم يدا واحدة، القوي يأخذ بيد الضعيف والكبير والصغير يوقر الكبير والكبير يأخذ بيد الصغير. الجميع نتمنوا لكم ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يحفظكم في الأموال ديالكم وفي الصدقات ديالكم. جميع اللي انفق واللي دعا واللي ساهم نطلبوا رب العالمين إن شاء الله يعوض له المئات والآلاف والملايين. صلى تبارك وتعالى أن يجعل صدقاتكم في ميزان حسناتكم، وأن يجعلها مغفرة لذنوبكم، ويرحم موتاكم ويشفي مرضاكم، ويوفقكم الله سبحانه وتعالى كل حياة ديالكم. والشكر كذلك للإخوة ديالنا الصحافة، السي محمد سلكة والسي محمد العلالي وجميع اللي السي وجعدة الله يكرمكم الله يحفظك الله يجازيك بخير.
جميع اللي ساهم في هذه الملحمة في هذه الحملة الإنسانية يعني اللي كيحبها الله سبحانه وتعالى ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاع اللي ساهم في هذه الملحمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه ويبارك في الصحة ديالو في الأموال ديالو في جميع الحركات ديالو. وجزاكم الله خيرا وتقبل الله من الجميع. والله يحفظ البلد ديالنا، والله يحفظ الملك ديالنا، والله يحفظ الشعب ديالنا من كل سوء ومن كل مكروه ومن كل بلاء. آمين يا رب العالمين. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. الله يجزيك بخير سي عبد القادر صبائي مغربي خاص بحال تاع الصبا الواه خصني نسمع شي حاجة. معليش معليش الله يجزيك بخير. وين شاد الكلمة سي سعيد؟ قال باش الكلمة سي عبد القادر ثلاثة شافي وكافي يدعم راك الاخوان يعني مرة وسام من قريب ومن بعيد من الناس المحسنين ساهمين في العملية لأن فعلا بقينا غاسنا أجر عظيم غير الله تعالى. ونتمنى يا سن إن شاء الله سيدي ربي عالمين سن يقبل. ونتمنى أيضا تبعك الضحايا الفجعة اللي وقعت أنه إن شاء الله سيدي ربي عالمين هنيئا سيدي ربي عالمين. وأيضا المرضى سن خاريني خدام تدعى حتى الإخوان إن شاء الله لأن إخواني روحا منصورين سفراء سفراء الإنسانية وسفراء الإقليم والقبيلة لأنه فعلا ولكن من القبيلة أحسن بكثير لأن نزرع تصور نزرع الفيديوهات نزرعينا شرف مذاق. ويعني تحية شنو الطاس ونتمنى تلقى المبادرات يعني غتكرر يعني هذا وقت الدين ذا يعني غنصير غير بزاف يقيم تقدموا من الزران وان شاء الله نقيم دالمون. ونتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع مره وبسهم من قريب لمن بعيد. وايضا نشكر مجددا الصحافه اللي غادي نقلن دائما الصوره يعني قلب الحدث وايضا تتغدى الجميع في العمليه يوسف زوال انا نكاك نشكر شنو وقتاش ما يمكن على جوج الكبار تشكرون عليه هي جميع مرحبا حتى نكون نحن نهار ياسين ان شاء الله نشكر لك مجددا وتحيه شني والله تعالى زوم يقبل ان شاء الله يجرب عمله اللي خالص لي في وضع متهامن زاد قال لي تستاهل ان شاء الله نسمعوا لك واحد جوج هاد الثنايين اقايم مساكين تكسب يجيك شي بيت تسبق تبعك قوانين دعاء المسلمين الله يجزيك الله يرحم ياسين الصادق. بالنسبه لهذه المباراه الاخوان هذه المبادره عفوا ما حسيتش من جميع والله يحفظكم الشكر الجزيل للاخوان الساهمين كاملين سواء من بعيد او من قريب لاني سواء لاني جنودان جنود الخفاء الوجود بارك الله الله يكثر خيرهم. وبالمناسبه نطرح مغفره الموتى زلزال الصبر ونتمنى تيلي المحنه يوتي تصبح منحه للجهه وللوطن كل شيء. وشكرا لكم جزيلا. امين شكرا بارك الله المستوى نسوا الحرص نسوا الأمانة على أنفس الإخوان على سلامتهم. ونتمنى إن شاء الله في الحماية التعاون إن شاء الله مجموعة فرص مرات إن شاء الله. الشكر على الشكر أبطس الإخوان يعني النقل المباشر إلى أحداث يوقع لأن مرة هنا نتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل للإخوان اللي تصابوا بزلزال النيل الله يرحم اللي توفى. شكرا سيدي بارك الله فيك. حسين غطاس يذبح الذبيحة حاج حسن وقطاس حاج حسن من مشان في شيشاوة نعم شيشاوة يقوم بيها سي عبد الرحمن سكن السنة لا يجازيهم بخير أما سنتكون خامس أما سنتكون خامس لأن ما يستحيل نغيو ذاني بويك بروغريم يستحيل نغيو ذاني قاسم يستحيل نغيو ذاني يستاهلن هذا سنعاود سنعاود إن شاء الله وإن شاء الله بحول الله. ونشكر الجميع ونشكر سي حسن بوج العاود سي حسن بوجه الثانية ونشكر الدنيا قاش كاغا سي حسن يسمى راس ماني يخدم يسمى راس مسائل نشكر في كل شيء من ياس التوفيق ان شاء الله السعادة لك لروى الناس للعائلة الناس للفاميليا الناس المرة سي بوجه بارك الله عليه والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا سي مصطفى الطويل بارك الله فيك.